أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء فاتقوا النار
النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. سكيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.